بس في كمان مكاسب بتبقى اخرى، يعني المكاسب خلينا نقول طبعا اول حاجه منها الصعود للنهائي، وده شيء اكيد كلنا كنا بننتظره بشكل كبير جدا، لكن اهم كمان من مكاسب المباراه هو حصول زي ما كنت بقول كهربا كمان على نسر مباراه، يعني نسر المباراه يعني بالتمريرتين الاكثر من رائعتين، وزي ما بتقال عنهم حاسمتين، وهدف كمان ومستوى اكثر من رائع بجد كهربا امبارح، شابو حقيقي. احنا مش بنجامل، الواحد كان قلقان على فكره ان كهربا بعد هذا الغياب، كان ممكن جدا الناس تقول لك على فكره ما تتعشموش قوي في كهربا، هو بعد غياب الطبيعي اللاعب بيبقى لسه محتاج وقت علشان المستوى بتاعه يعود وغيره، احنا ما شفناش ده تماما مع كهربا امبارح، شفنا مستوى محترف، واحد محترف جاي بيرجع بعد غياب لاي سبب إن كان، بس بيرجع بالتالق اللي احنا كانت بداياته معانا عارفينه عليها، فحاجه كانت محترمه جدا. ويمكن كمان شفنا لو اتكلم عن صعيد الفنيات، انت شفت كمان اصرار من فكره هنا، يعني من الدقيقه الاولى كمان هجمات، بتشوف هجمات متتاليه بشكل كبير جدا، شفت زي ما بتقال كده سيطره على المباراه، شفت حاجات فنيات جميله جدا كانت ربما برضو في بعض الماتشات او الموسم اللي فات تحديدا مش موجوده او بتغيب عننا في بعض الماتشات، فانا اعتقد ان احنا ماشيين كده بشكل رائع جدا. وفي مكسب اخر كمان يا كريم، وده مكسب مهم بنتكلم عنه دايما انا وانت، المكسب المعنوي طبعا. المكسب المعنوي ده بيفرق بشكل كبير جدا لما تبقى داخل على مباراة قمة بقى الأهلي والزمالك طبعا، وداخل بمعنويات عالية ومرتفعة وثقة عندك وعند اللعيبة ومن جانب الجماهير لحضرتك والجهاز الفني والإداري، هتلاقي الموضوع بيختلف بشكل كبير، يعني أنت داخل كده ممكن يبقى معاك في جيبك 30% من المباراة بإذن الله يعني، فأنت بتتكلم إن الحمد لله دلوقتي خطوات يعني أكثر من رائعة، الجماهير كمان عندها أمل كبير جدا على الفريق في ماتش القمة، زي ما بتقال كده مفيش رفاهية إن أنت تلعب مباراة مش حلوة، يعني مفيش رفاهية إن أنا أجي ألعب بقى ما هذا الماتش أو ماتش القمة وأقول يوه شوف بقى كم فرصة ضايعة، شوف بقى الأسيست اللي مش مظبوط، شوف مش عارف إيه، لا ده تماما بإذن الله مش عايزينه إن هو يبقى موجود، عايزين يبقى فيه تركيز بشكل كبير، وإحنا عارفين هيكون ده موجود، وعايزين نشوف بقى ماتش حلو قوي قمة قوية، في الآخر يا كريم تاني هنرجع نقول كل ده في صالح الكره المصريه، لما طبعاً بتلاقي تنافسيه شديده في الدوري في الكاس في اي بطوله، ما انا مش عايز برضو اخش كالاهلي ان انا بلعب كل البطولات بكسب بس وبكسب بسهوله، حتى لو عندي مثلا زي ما بتقال كده يعني منافس معتاد، انا مش عايز ان انا كل مره يبقى عندي منافس واحد، انا عايز منافس واثنين وثلاث، وعايز بقى فيه صعوبات وابس اند داونز وماتش حلو وماتش وحش، بس في الاول وفي الاخر عايز اشوف مستوى في المجمل حلو يليق بالنادي الاهلي واشوف بعد كده فوز، صح ولا غلط؟ المتعه المتعه زي ما تتفرج على البريميوم ليج، تتفرج على الدوري الانجليزي وغيره، بيبقى فيه متعه، بيبقى لغايه اخر مثلا 3 4 ماتشات ما انتش عارف مين اللي ممكن هو يحصل على اللقب، ودي بتبقى متعه في حد ذاتها، فنتمنى ده يكون عندنا، بس اكيد في الاول وفي الاخر احنا عايزين البطوله، مش هنتنازل عن البطوله، ونعيد بقى تاني يا كريم كده المجد بتاعنا زي ما بيتقال، حتى وان غاب فتره صغيره، بس زي ما كنت بقول لحضراتكم الكبير ممكن ان هو يتعثر لكن ما بيوقعش، سرعان ما بيرجع مره تاني يقف على رجليه، وده اللي النادي الاهلي عودنا عليه، ومش كلامي ده التاريخ، لو احنا يعني متشككين نقدر نرجع له، فبالتوفيق ان شاء الله. بس تاني هرجع اقول انا متفائل ب 23 جدا يا رب لحد هذه اللحظه، والشهر رائع جدا على النادي الاهلي.